أعزائي المشاهدين مساء الخير وأهلا بيكم معانا وحلقة جديدة ولمتنا الحلوة. من أيام ابتدينا فصل الخريف يا بنات، ابتدينا فصل الخريف. رانيا ونور ازيكم، أخباركم إيه؟ احنا حلوين، كله احنا حلوين النهارده خالص، النهارده حلوين خالص زي الفل. اكيد احنا حلوين من يومنا والله. انا بحب طبعا اكيد. انا عن نفسي انا بحب فصل الخريف جدا، اللي هو زمان كنا في المدارس كانوا بيقولوا لنا ايه، حر جاف صيفا دفيق ممطر شتاء. لا بقى حر جاف صيفا ولا بقى في دفيق ممطر شتاء. وكان زمان فصل الربيع اللي هو الفصل الجميل ده فصل التراب اساسا، ما ينفعش خالص بتاع الخمسين والتراب والحساسيات والحاجات دي كلها. فهو فصل الخريف هو الفصل الوحيد اللطيف اللي الواحد بيحس فعلا بجو مصر الجميل، اللي لما بنلاقي الاجانب كده ما شاء الله الله اكبر، يعني ان شاء الله يهجموا علينا، بنحس ان ده فعلا الفصل اللي بيميزنا. بيقولوا ان الفصل ده دايما بيأثر اكتر على كبار السن وعلى الاطفال. اعرف بقى رايكم ايه في الموضوع ده، فصل الخريف عامل ايه بالنسبه لكم؟ انا فصل الخريف بالنسبه لي يا مها زيك بالظبط، احلى فصل في السنه كلها. طب ده راينا كلنا، لا حر ولا برد ولا رطوبه، تقدري تلبسي اللي انت عايزاه، حتى لو خارجه بالليل شال لطيف كده وانت خارجه خلاص بقيتي يعني اوكي، عايزه حتى الصبح بيبقى فيه شمس تقدري تستمتعي بيه. بس عارفه بقى في بقى ذكريات، في نسمه الهواء بتاعت اتوبيس المدرسه بتاعت ايوه وريحه الجوافه اللي في الجو. ريحه الجوافه دي بتفكرني برضو جدا المدرسه قربت، او ان احنا خلاص بكره في مدرسه. عندنا عقده من الموضوع ده يظهر؟ لا ده انا نفسي ده زي انا عندي اللون الكحلي واللون الرمادي دول ما بطقهمش. لون المدرسه ده لون المدرسه يعني لما البسهم احس ان انا مالي عامله كده ليه، انا كئيبه كده ليه رايحه المدرسه. بس مش بتلاحظي ان في الفصل ده بيحصل ان الضوافر بتتكسر، الشعر شويه ممكن تلاقيه بيقع، تحسي ان انت اكتر عرضه، لان انت تحسي لو انت جيوبك الانفيه ضعيفه فانت يحصل لك كده، لو مفاصلك ضعيفه تحسي ان انت برضو ركبك تعبانه او مفاصلك. تلاقي ناس دايما بيجي لها ادوار البرد اللي هي ما بين الفصول. لسه هقول لك، هل ده مرتبط تفتكري بالخريف كخريف ولا مرتبط بتغيير الفصول ما بين اي فصل والتاني بيحصل كده؟ متهيألي الفصول، يعني كل تغيير الفصول مش كده؟ تغيير الفصول، لانه كمان في ناس يعني مثلا اللي هي بشرتها دهنيه شعرها بيبدا بقى يبقى فيه قشر وكده، ده بسبب انه الدنيا بيجف بقى، فبيبدا تظهر المشاكل دي، والبشره برده بتشد شويه كده وبتبقى ساعات بيحصل فيها التهابات وكده، ده علشان تهيالي اختلاف الفصول كلها. طيب بس في ناس سيبنا بقى من الخريف وجماله يلا ونخش على الخبر اللي عندك انت قريه يا نور، عشان انت عندك خبر بتاع هو الاجداد. ماشي، ده خبر مهم. احنا معانا دراسه مهمه جدا، الدراسة بتقول، هي دراسة ألمانية